أكدت الحكومة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحوري منخفض ومتوسط الدخل وتسليمها للمستحقين. وأضافت الحكومة أنه يجرى تنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفض الدخل، منها 55,500 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن العبور الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان وبدر و15 مايو، بالإضافة إلى 28,000 وحدة سكنية تم وجاري تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور متوسطي الدخل. أعلنت الحكومة أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيراري الكهرومائية على نهر روفيجي بدولة تنزانيا. وخلال اجتماع لمتابعة سير العمل بالمشروع الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، مشددا على أنه تتم متابعة بشكل دوري من الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية للأشقاء بتنزانيا. وفي أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 3,500,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 3,000,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19% ليغلق عند مستوى 28,466 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 25% ليغلق عند مستوى 6,314 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 24% ليغلق عند مستوى 9,149 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع تجاوز مركز الخام الأمريكي في هيوستن مخاطر إعصار بيرل، وتطلع المتداولون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي جيروم باول التي تستمر يومين بشأن السياسة النقدية. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.95% ليسجل 85 دولارا و2 سنت للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.52% ليسجل 82 دولارا و16 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.32 للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 33% لتسجل $2.68 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة المالية العمانية تسجيل الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو الماضي نحو 5,075,000,000 ريال عماني، منخفضة بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، والبالغة 5,463,000,000 ريال عماني. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عام.
أكد اتحاد التجزئة البريطاني أن مبيعات التجزئة في البلاد تراجع خلال يونيو الماضي بسبب أحوال الطقس الباردة التي منعت المتسوقين من شراء الملابس الصيفية وإمدادات الحدائق رغم تخفيف الضغط على الأسر وتباتؤ التضخم. وأشار اتحاد التجزئة البريطاني إلى أن مبيعات التجزئة في بريطانيا سجلت انخفاضا بنسبة 2.1% من إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2023.